ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد ومع قناتكم قناة هيبي ميد تو وين ومع منصة الجو ترانسكريبت، وده منصة بتقوم بالتغيير الصوتي للملفات سواء اذا كان فيديو او ملف صوتي هتحوله الى نص بيكون مكتوب. هتاخد حوالي 60 سنت في الدقيقة الواحدة، يعني هتعمل لك 100 دولار، ده اقل مبلغ ممكن تعمله من هذه المنصة، قد يصل الى 1215 دولار، ولكن ده التوب مانثلي ايرننج، ده على مستوى البروفيشنال في هذه المنصة. ولكن خلينا في ال 100 دولار تمام مانثلي والسحب على الباي بال المفعل وعلى البايونير، وبيبقى كل يوم جمعة. طيب المنصة دي طبعا لها قواعد، لها قواعد اسمها جايد لاينز، وانا عملت فيديو في صندوق الوصف هسيبه لك في جميع قواعد الجايد لاينز. وعلشان تعمل فيها هذه المنصة لازم تجتاز امتحان للقبول عشان تكون موظف بهذه المنصة وعشان تبدأ تحصل على اول 100 دولار. تعالوا مع بعض كده نسجل حساب جديد ساين اب، وبعد كده تسجيل دخول ساين ان، وموضوع سهل جدا. واوعى تحط ايميل البيبال بتاعك الا بعد لما تتقبل في هذه المنصه، لان ده ممكن تتسجل باكتر من حساب وتدخل اكتر من امتحان، بحيث ان انت بعد 5 6 امتحانات تكون عندك خلفيه بتكون كويسه للاخطاء اللي انت وقعت فيها، وممكن بعد كده ان انت باص او تجتاز هذا الامتحان فيما بعد. ولكن تعالوا مع بعض الى اسفل الموقع. طبعا احنا اتاكد ان احنا موجودين في حسابنا، خلاص تمام كده. اذا بالاسفل الموقع كده سكول الاسفل وبالضغط على كلمه ورك اللي هي العمل، وبعد كده يفتح لك صفحه جديده فيها فيديو بيقول لك هاو تو جوين، وبعد كده هتلاقي كلمه ابلاي ناو قدامك دي، اضغط عليها. هتلاقي اللغات المتاحه بخلاف اللغه الانجليزيه، اي لغه تانية بتكون احسن من الانجليزيه لان عدد الموظفين بيكون اقل، وبالتالي يعني القبول بيكون افضل شويه من اللغه الانجليزيه، ولكن المنافسه الشديده على اللغه الانجليزيه. بعد كده يفتح لك امتحان ام اس كيو، قال لك لو انت جاوبته 100% هفتح لك الامتحان الصوتي، ما جاوبتوش مش هفتح لك الامتحان الصوتي. تعالوا مع بعض نحل هذا الامتحان ولكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم من جديد. وبعد كده قال لك ان انت لازم تجتاز الامتحان ده باتباع الجايد لاينز، وقلنا في فيديو في صندوق الوصف في جميع انواع قواعد الجايد لاينز. انا فتحت الصفحه بتاعه قواعد الجايد لاينز يا شباب، ولكن تعالوا مع بعض كده نحل الامتحان. اول حاجه سؤال اولا بيقول لك ان فول فيربتام داز انكلود، طبعا الفول فيربتام بيتضمن الريبيتيشن والفورس ستات والفيلر والسبيش ايرور والسلانج وود والسلاتر، وده طبقا لقواعد الجايد لاينز، ولكن داز كونتين هتبقى نن، هتبقى الاجابه هي الدي. بعد كده السؤال التاني بيقول لك هاو شود يو ترانسكرايب سبيل، سبيل بنحط ناقص ما بين حروف بعضها لكلمه ترانسكريبشن فهتبقى تي ار اي ان، وهكذا بنحط ناقص ما بين حروف بعضها فالاجابه هي السي. بعد كده السؤال التالت بيقول لك which sentence is written correctly I have never forgotten my mother's advice. بصوا في اسم الملكيه بتاعت المذرز دي اساسيه، مش موجوده هنا استبعدناها، مش موجوده هنا استبعدناها، موجوده هنا وهنا. الادفايس بالسي مش بالاس، وبالتالي استبعدنا الدي. الاجابه السليمه الوحيده هنا الاجابه هي السي. بعد كده I went to the gym last night. I went، أنا ذهبت إلى الجيم الليلة الماضية، أنا في الماضي. How should you transcribe this book construction اللي هي كلمة INT و can't و don't و it is زي ما هي كده بي. وبعد كده قال عملية حسابية في السؤال السادس بكالكوليتور هتطلع الإجابة 12 هتبقى النمبر سي. بعد كده السؤال السابع بيقول لك إن في كلين فيربوتام the transcription doesn't include إن هو لا تضمن الريبيتيشن والسلاتر والفيلر وورد، فالإجابة هي الـ A والـ B والـ D. بعد كده السؤال الثامن بيقول لك لو في كومباينيشن ما بين سنجل ديجيتال نيوميكال اند انذر نيوميكال هنعمل ايه؟ يعني مثلا اي هاف 1 بن اند 15 بنسل. طبعا ال1 بن من اول واحد لحد 9 بتتكتب كتابه اللي هي مثلا زي كلمه 1 او ان اي، وال15 بنسل يبقى كده مظبوط اجابه بي سليمه، ولكن على سنجابيلتي ادابيلتي الموجوده الاثنين على نفس السياق فتتكتب بالشكل ده، وواحد وكام وال15، فالاجابه هي الايه هي الاجابه الاصح. My eyes are blue يعني بكون زرقاء، خلاص إجابة C. وبعد كده do you have to transcribe slutter يعني فوسط I ناقص I أو U M أو love أو basketball يعني الإجابة هي الـ A طبعا في السلطر. طبعا تعال نحل تاني الأسئلة كده ونعيد الإجابة تاني. السؤال الأولاني الإجابة هي الـ D، السؤال الثاني الإجابة هي الـ C، السؤال الثالث الإجابة هي الـ C، السؤال الرابع الإجابة هي الـ B، السؤال الخامس الإجابة هي الـ B، السؤال السادس الإجابة هي الـ C، السؤال السابع الإجابة هي A B and D، وبعد كده السؤال الثامن الإجابة هي الـ A، السؤال التاسع الإجابة هي الـ C، السؤال العاشر الإجابة هي الـ A بالضغط على confirm. هبتدي بعد كده يحولنا إلى الامتحان الصوتي بعد ما ضغطت على الكونفيرم.
كليك يمين على الملف ده وهنعمل السيف الاوديو از، ونحفظهم على الديسك توب، وليكن مثلا اليوم 11/2/2023، ونقول له سيف على الديسك توب. This audio is نسمع used كده for جزء the من المحادثة. transcriber test at Go Transcript. In the year 1500 AD, 1500 people. تمام. عندك إمكانية بقى في اللغة الإنجليزية تكتب كل حاجة هنا بتتقال هنا تكتبها، تمام. وفي النهاية مش تنسى إنك تعتمد الامتحانين بالضغط على كلمة send it for review. طيب أنا ما عنديش إمكانية في اللغة الإنجليزية، هنستخدم وسيلة من وسائل الذكاء الصناعي ومع منصة السونيك دوت ارتفيشال انتليجنت اللي هتساعدني في ترانسكريبشن لهذا الملف. هتعمل أول ساين أب، هتفعل حسابك على الإيميل، وبعد كده ساين إن، هيطلب منك الكريدت كارد. ادخل على جوجل واكتب فيك كريدت كارد أول موقع، خد أي بيانات حطها له هيقبلها على طول، ويفتح معاك نص ساعة ما تكون مجانية، وبعد كده بقية الحساب يكون مدفوع. تعال نعمل أبلود ونضغط على الأبلود عشان نحمل هذا الفايل عشان نعمله ترانسكريبشن بالنسبة لهذا الفايل، وبعد كده افتح لك نافذة جديدة، اضغط على كلمة سيلكت فروم كمبيوتر. الملف اللي احنا عملناه له داونلود من الشوية بتاع الامتحان هنعمل له أبلود على هذه المنصة. الخطوة الثانية ان انت لازم تحدد اللغة المتحدث بها في هذه المحادثة من ستيب نمبر 2 ديتيلز ولك واتس وات لانجوج وسبوكن، هي اللغة المتحدث بها. فطبعا احنا عملنا اللغة الإنجليزية. بعد كده هو خلص تحميل، اضغط على كلمة ترانسكرايب ان انجلش، هيبتدي يعمل لك تفريغ صوتي لهذا الملف. ده بالنسبة لمنصة السونيك، وهبعت لك ايميل كمان يقول لك انا خلصت. دقيقة او دقيقتين هنعود اليكم، ولكن فاصل بسيط. طيب بعد كده الخطوة التانية نسمع المحادثة كده مع بعض وتشوف الكتابة. نسبة التصحيح 98.5%، معدل قبولك هيكون عالي جدا في هذه المحادثة، الأخطاء أقل ما يمكن. تعالوا مع بعض كده نسمع المحادثة ونشوف الدنيا فيها إيه. This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. In the year 1500 AD, 1500 people got the plague, but another 1500 made 1500 bucks selling their services to the palace, even though the vessel with the pestle was the brew that was true. A lot of them had 6 degrees of separation and 7 pounds of perspiration, but unfortunately, the vast majority of them, though educated enough to try, failed to look up all those numbers in the Go Transcript guidelines and failed the test. The above was obviously an apocryphal story, although not part of the actual Apocrypha, aka the Book of Revelations, found in the New Testament. However, even though Revelations chapter 1 verse 12 references 7 gold lampstands, if I then turn around and say that there were actually 12 lampstands in my unauthorized version, you'll be judged on how you formatted both the numbers in this long sentence. Those gold lampstands would be worth a pretty penny today, IMHO. Maybe even $500,000 or thereabouts. No way a transcriber could make that kind of money honestly at Go Transcript or elsewhere. However, if said transcriber takes the time to kinda look up all the numbers being used in this test and kinda formats them correctly, that transcriber might be able to make a pretty good amount of moolah, although not gold lampstand level. It's all right if you didn't get some of the words right, although it's not all right if any of those words were actually mentioned in the guidelines and you got them wrong. The whole point here, in case you're not getting it, is that it's not all right not to read the guidelines. That's not just for numbers either. You should be able to properly italicize media titles, such as every cubicle worker's favorite, Office Space. Special bonus tip for would-be transcribers who are actually paying attention. Go back up to the very top of your transcript, and right before the opening words, comma, quote, in the year 1500 AD, comma, quote, put in parentheses the name of the actor who played poor Milton in that movie,
and one other movie or TV show he's appeared in. Good luck! This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. طبعا وبكده يكون انتهى المحادثة الموجودة. هسيب لك نسخة موجودة في صندوق الوصف في صيغة PDF، وهسيب لك كمان نسخة كمان في صيغة ال DOCX اللي هي الأوفيس. والتعديل بيكون في الأخطاء الإملائية فقط وليست النحوية، مش مطلوب منك توقيت زمني. لو جينا صفحة الامتحان قال لك without time stamping وعايزها في صيغة الكلمة في بطام، تشيك على النص، هتشيك عليه انه كله بيبقى موجود في صيغة الكلمة في بطام، مفيش أي توقيتات زمنية، والدنيا تبقى سهلة وامتحان سهل جدا. طبعا وفي النهاية مش تنسى انك تضغط على كلمة send it for view. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.